بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الأب الروحي. النهاردة هنتكلم على فن اتخاذ القرار. القرارات السليمة تبقى محتاجة ثلاث حاجات: محتاجة صبر، محتاجة يبقى في بينك وبين لو أنت بتعمل اتفاق أو شراكة يبقى في شروط، محتاجة تخطيط جيد. أغلبنا بينبهر باللحظات الأولى، يعني مثلا في علاقات الحب بتلاقي من أول لقطة بدأ يوعد ويقول وعود ويبتدي يعني ينبهر انبهار عظيم فيقول وعود ما عرفش حققها. ولذلك هقول لكم في الأول كده 4-5 نصايح للأب الروحي بالناس مختلفين، وبعدين ندخل في صلب الموضوع. تعال نشوف في الأول الأستاذ أيمن خليل. دكتور أيمن خليل بيقول ما تاخدش قرار وانت غضبان، وما تديش وعد وانت فرحان. يعني وانت غضبان ما تاخدش قرار، لان غالبا هيبقى قرار كله غضب. وانت فرحان قوي وبالذات في العلاقات الرومانسيه العاطفيه ما تديش وعود كتير، لان غالبا مش هتنفذ حاجه من الوعود دي على الاطلاق. تعال نشوف مثال لكده. دكتور زويل، دكتور زويل في كتاب عصر العلم كان متجوز في الاول، كان اتجوز مرتين، يعني اتجوز في الاول وبعدين طلق مراته. بيقول المشكله كانت فين؟ كانت لقد تعجلنا، كان هو مسافر امريكا. فبيقول انا الحقيقه ما فكرتش، انا كنت منبهر بفكره امريكا ومنبهر بفكره العروسه اللي هتبقى معايا في الطياره وانا مسافر، فقد تعجلنا وكنا محتاجين وقت كفايه ليتعرف كل منا على الاخر. الحقيقه حتى العلاقات الزوجيه والعلاقات العاطفيه محتاجه برضو القرارات دي، محتاجه صبر وشروط وتخطيط، تكون بيننا وبين بعض اتفاقيه وشروط، ده ينجح اي علاقه. تعال نشوف راي محمود درويش، لانه بيتكلم على الحب. بيقول الحب كذبتنا الصادقة. ليه بيسميك كذب الصادق؟ لأن الحقيقة بيبقى فيه صدق في الحب، لكن في الوعود بيبقى فيه كذب. ليه؟ لأنك أنت مش بتلحق تتعرف، مش بتلحق تاخد فكرة كاملة، بتبقى منبهر انبهار كبير، ودايما اللقاءات الأولى ليها طعم مختلف، فبتخليك توافق على أي حاجة وأنت لسه ما فكرتش. جان جاك روسو بيقول البطء في إعطاء الوعود أكثر مصداقية في الحفاظ عليها. يعني لما تيجي تدي وعد إيه؟ اهدى. الحاجة اللي بعد كده دكتور احمد خالد توفيق بيقول انا لا اؤمن بنظرية المؤامرة. في الفشل بقى في العلاقات عموما، سواء انت بتتكلم على نظرية المؤامرة في علاقاتنا الشخصية ولا حتى في نجاحاتنا، انا مؤمن ان احنا ما عندناش تخطيط. انا مؤمن ان الاهمال هو التفسير الوحيد، التسرع هو التفسير الوحيد، قلة التخطيط هو التفسير الوحيد، واحنا الحقيقة في الحاجات دي ما عندناش اي خبرة. طيب يبقى اذا لما نيجي نتكلم على علاقات انسانية، عمل، شغلانة، خلي بالك في الاول لازم يكون شايف الشروط شكلها ازاي. اقول لكم حاجه احنا بنعملها بسرعه على الانترنت، لما بتنزل ابلكيشن بيبقى فيه ساعات بعض المواقع وحاجه بتبقى مدياك كده زي شروط كده، اغلبنا ما بيقراهاش، بيكتب اجري ويدوس ويعدي. هو دي العلاقه كده، يعني مش بقول انت اقراها، لكن بقول لك في علاقتنا كده دايما متسرعين، عايزين نوافق ونخلص، عايزين نعدي الموضوع. لا، ده ما ينجحش اي وظيفه، اي علاقه، اي علاقه حب، اي علاقه زواج. لازم دايما يبقى فيه شروط، لازم يبقى يكون فيه تخطيط، لازم يبقى يكون فيه صبر ومعرفه جيده. تعالوا نرجع 1400 سنه واقول لكم احنا بنقول كده ليه. النبي صلى الله عليه وسلم، حكينا في مره في الاب الروحي، النبي صلى الله عليه وسلم حاول مع القبائل المختلفه، لان قريش رفضت الاسلام، فحاول 26 مره، وكانت اخر مره نجح فيها كانت شويه شباب موجودين عند الحلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معاهم فهم وافقوا. كويس جدا، وافقوا على ايه؟ وافقوا ان هو ياخدوا النبي صلى الله عليه وسلم يروح المدينه. قالوا تعالى بقى يا رسول الله. قال لهم لا، تروحوا وترجعوا السنه الجايه. ليه يا رسول الله؟ ده انت 26 قبيله رافضه، ده انت رجلك فيها الدم اللي اصيب في يوم الطائف، يعني زي ما بيقولوا كده ما تصدق، لانه عارف ان في حاجه اسمها انبهار اللحظات الاولى، فقد يكونوا مش قد المسؤوليه. فسافروا، رجعوا السنه اللي بعدها، رجعوا بدري من حبهم في النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا راجعين بدري، رجع عددهم كتير شويه، هم كانوا 6، رجعوا 12. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له طب خلاص بقى يا رسول الله تعالى معانا. قال لهم لا، تروحوا وتقولوا الحج الجاي، تروحوا وتيجوا الحج الجاي. تخيل 3 سنين يا رسول الله تصبر على إيذاء شديد على عدد المسلمين، 30-40 بني آدم بس، وانت في إيذاء شديد، وماتت السيدة خديجة ومات أبو طالب اللي كان بيحبه، فالوحده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لهم معلش روحوا تاني وتعالوا. ليه؟ الصبر، التمهل، عشان تكونوا قد المسؤولية في اختياراتكم
حاجة مهمة. هو مش بس السيرة ان احنا بنعرف احداثه بس، اتعلم اتعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم، اصبر اهدى ما تتسرعش. فرجعوا في الحج، رجعوا 73، عدد كبير جدا. فراح النبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم اجتماع، ده بيسموه في الاسلام اعظم اجتماع في التاريخ. ليه؟ اختيار الميعاد مناسب والمكان مناسب. الميعاد امتى؟ اخر يوم في الحج، عشان بعدها كل الناس تسافر، فقريش ما تعرفش الاجتماع ده حصل. وقف النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل الاجتماع ده موجود واسمعوا مني، وقف النبي صلى الله عليه وسلم واتكلم عمه العباس الاول وقال له، وقال لهم لو مش قادرين تاخدوه هو في منعه، احنا بنحبه، مع ان العباس ما كانش مسلم، لكن عايز يقول له، عايز يقول لهم احنا بنحب محمد ده ابننا وما نقدرش نسيبه. راحوا هم قالوا ايه؟ قالوا طيب اطلب لنفسك ولربك يا رسول الله. واضح يا رسول الله انت عايز تعمل شروط، عايز تعمل تحط اتفاقيه عشان ما تجيش وبس، عشان تبقى فيه من الاول اللي اتفقنا، عارفين المثل المصري اللي اوله شرط اخره نور، فاحنا عايزين نعمل اتفاقيه. اطلب لنفسك ولربك يا رسول الله، قول عايز ايه. فقال صلى الله عليه وسلم اطلب لنفسي ولربي ان تحموني وتمنعوني مما تمنعون منه نساءكم واطفالكم، زي ما بتحموا ستاتكم وعيالكم الصغيرين احموني. فالتانيين برضو مش متسرعين، شوف زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وما لنا يا رسول الله؟ طب هناخد ايه؟ بص قال ايه، قال لكم الجنه، وسكت. ولذلك اهل المدينه الطف ناس في الكون، الناس كلها تحب المدينه عن مكه، ناس لطيفه وهاديه. قال لكم الجنه وسكت. فراحوا هم قالوا ايه؟ قالوا رضينا يا رسول الله، موافقين. فواحد وقف من الشباب الصغيرين قال لهم استنوا استنوا، انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا عزمتوا على عداوه العرب والعجم، انتوا عاديتوا العرب والعجم ويهود، استنوا انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه. وراح سال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله اذا تحقق ما تريد، اللي انت عايزه، لما يتحقق اللي انت عايزه يا رسول الله هتسيبنا؟ هتسيبنا وترجع بلدك؟ شوف اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه. قال صلى الله عليه وسلم ابدا، الدم الدم، الهدم الهدم، ما سيبكوش ابدا. ولذلك خلي بالك ليه النبي صلى الله عليه وسلم مع حبه لمكه دفن في المدينه؟ عشان الاتفاقيه دي، لان قال لهم انا مش هسيبكم. هو دينيا النبي بيحب مكه ولا المدينه؟ مكه، الله يعلم انك احب بلاد الله الي، لكن هو الاتفاقيه دي قال لهم الدم الدم، الهدم الهدم، انا عمري ما هسيبكم. راح هم قالوا ايه؟ بص برضه حطوا شرط، قالوا لا نقيل ولا نستقيل. يعني ايه؟ لا انت تشوف حد غيرنا ولا تسيبنا ولا احنا نسيبك. ومن هنا اتسمت بيعة العقبة التانية. الشروط، بص اسمع، انا مش بقولك عشان تعرف معلومات دينية، خدها في حياتك. صبر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وتعالى السنة اللي جاي. شرط، نحط شروط، تخطيط، اتفاقية متخططة. اكتر حاجة فيها شروط بعد بيعة العقبة التانية في الاسلام سورة الكهف. الخضر قال لسيدنا موسى انا شرط عليك شرط، تصبر، انت هتشوف حاجات غريبة، انت هتشوفني بقى الطفل، وهتشوفني ببوظ السفينة، وهتشوفني بابن الجدار وأهله بخلة، بس ما تسألنيش. فعمل ايه سيدنا موسى؟ ما قدرش. بس هو العلم محتاج صبر ومحتاج شرط ومحتاج تخطيط. أنا دايما بقول لطلبة العلم في المحاضرات، العلم محتاج صبر ومحتاج شروط، لازم أقول لك شروطي وتقول لي شروطك لو فيه، ومحتاج تخطيط. هي دي القاعدة اللي حطيتها سورة الكهف، إنك لن تستطيع معي صبر. هتصبر؟ قال له لا، ستجدني إن شاء الله صابرا. ومع ذلك سيدنا موسى ما قدرش يصبر. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث بتاع سورة الكهف ده، بيقول لو أن أخي موسى صبر، ده احنا كنا شفنا هوايل. انت متخيل السفينة اللي خرقت دي طلعت بعد شوية ان في ملك بياخدها غصب، الطفل اللي قتل ده هيبقى في المستقبل طاغية فعشان كده قتل، الجدار اللي اتبنى ده كان تحتيه كنز عشان كده تخبى على أهل القرية البخيلة، كلها أبعاد مهمة. اتعلم من نبيك في الأب الروحي صبر، تخطيط، الحاجة المهمة جدا 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 الشروط، لازم يكون كل حاجة فيها شروط، اللي آخره شرط زي ما بيقولوا، اللي أوله شرط زي ما بيقولوا آخره نور. طبت حيا وميتا يا رسول الله، أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.